الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا، الدورة العادية 2015، مادة الفيزياء والكيمياء، شعبة العلوم التجريبية، مسلك علوم الحياة والأرض، ومسلك العلوم الزراعية، وشعبة العلوم والتكنولوجيات بمسلكها. يتضمن موضوع الامتحان 4 تمارين. تمرين في الكيمياء موضوعه المحلول المائي لحمض الميثان ويكون عامل تقصدير في 7 نقاط. أما الفيزياء فبها 3 تمارين. التمرين الأول استعمال الإشعاعات النووية في الطب 3 نقاط. التمرين الثاني تصرف ثنائي القطب ار سي و ال سي 5 نقاط. والتمرين الثالث ميكانيك حركة كرية في مجال التقال المنتظم 5 نقاط. المجموع 13 نقطة. في هذا الجزء سنتطرق إلى تصحيح الجزء الأول اللي هو الكيمياء المحلول المائي لحمض الميثانويك، والجزء الثاني العمود قصدير فضة. تتميز المحاليل المائية بأهمية بالغة في مجال الكيمياء واعتبارا لطبيعتها الحمضية أو القاعدية أو المؤكسدة أو المختزلة. يمكن توظيفها في مجالات عدة منها مجال الصناعة. فحمض الميثانويك HCOOH المعروف بحمض الفورميك يستعمل مثلا في الذباغة، فيما تشكل محاليل مائية أخرى مثل كبريتات القصدير وكبريتات الفضة. محاليل يمكن توظيفها في الأعمدة لتوليد الطاقة الكهربائية كيميائية. يهدف هذا التمرين إلى دراسة بعض خاصيات المحلول المائي لحمض الميثانويك واشتغال عمود قصدير فضة. أولا، المحلول المائي لحمض الميثانويك توفر في مختبر الكيمياء على محلول مائي S لحمض الميثانويك HCOOH أك، حجمه V وتركيزه المولي C يساوي 1.010 ناقص 3 مول بار لتر. أعطى قياس pH هذا المحلول، القيمة pH يساوي 3.46. السؤال 1.1 عليه نصف نقطة هو: أعطي تعريف الحمض حسب نظرية برونشتد. الجواب: حمض برونشتد هو كل نوع كيميائي قادر على فقدان بروتون H بلس خلال تفاعل كيميائي 0.5 نقطة. السؤال 1.2، اكتب المعادلة الكيميائية، اكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة لتفاعل حمض الميثانويك HCOOH مع الماء 0.5 نقطة. الجواب: HCOOH زائد H2O يعطي، كنديرو سهمين، HCO زائد H3O بلس. السؤال 1.3 عليه 0.75 نقطة. أنشئ الجدول الوصفي لتقدم التفاعل باستعمال مقادير في والسي والتقدم إكس والتقدم إكس إك عند حالة التوازن. الجواب هو: دائما تنبدأ بالمعادلة الكيميائية. المعادلة الكيميائية هي HCOOH زائد H2O تعطي HCO زائد H3O بلس. حالة المجموعة، هناك الحالة البدئية، الحالة البينية والحالة النهائية. التقدم في البداية عند الحالة البدئية 0، في الحالة البينية X، وعند الحالة النهائية X إك. كميات المادة بالمول، في البداية كمية المادة ديال HCOOH هي CFV. الماء وافر أو وافر. كمية المادة لـ HCO- 0 و H3O بلس 0. إذا عند لحظة ما كمية المادة هي CV ناقص X و X X. أما في الحالة النهائية فنعوض X بـ X X فنحصل على الجدول الوصفي اللي هو الجدول الوصفي. السؤال 1.4 وعليه 0.5 نقطة. عبر عن طو نسبة التقدم النهائي للتفاعل الحاصل بدلالة سي وتركيز H3O أو بلس. الجواب هو: لدينا طو هي إكس إك على إكس ماكس. بما أن الماء وافر أو وافر فإن إكس إم كتساوي سي في في، واعتمادا على الجدول الوصفي لدينا أن
HCOO موان تساوي NH3 بلس تساوي XX. إلا قسمنا على إذا من هنا كنخرجوا أن XX تساوي H3 بلس على V، بالتعويض في هذه العلاقة هذه سنحصل على النتيجة المطلوبة وهي طو تساوي تركيز H3 بلس على C. السؤال 1.5، احسب قيمة طو ماذا تستنتج؟ هذا السؤال هذا عليه 0.5 نقطة. إذا هنا لدينا طو كتساوي تركيز اشتراك بلس على السي، بينا في السؤال الأول هذه، بما أن تركيز اشتراك بلس يساوي 10 أس ناقص بي اش، فإن طو تصبح هي 10 أس ناقص بي اش على السي. بالتعويض نديرو تطبيق العددين، نعوض بي اش بالقيمة ديالها اللي هي 3.46، والتركيز ديال المحلول اللي هو 1.010 أس ناقص 3. باستعمال الآلة الحاسبة نجد القيمة طو تساوي 10 شيفت لوج ناقص 3.46 مقسومة على 1.010 أس ناقص 3، كم تعطي؟ نعود هذه القيمة، خطأ كان هنا، نعود كم تعطينا؟ 0.346 سبعة. بما أن الرقم سبعة أقل من خمسة، فإذا صفرنا ثلاثة الأرقام تبقى لنا القيمة هي 0. النتيجة هي 0.347. إذا نلاحظ على أن الطول صغر من واحد، إذا التفاعل بين حمض الميثانويك والماء تفاعل محدود. سؤال 1.6، أثبت أن تعبير QRX خارج التفاعل عند حالة توازن المجموعة الكيميائية، يكتب كما يلي. كيفاش كيتكتب؟ على شكل QRX يساوي 10 أس ناقص 2 بي اش على السي ناقص 10 أس ناقص بي اش. الجواب لدينا لدينا كيو ار اي هو تركيز النواتج اللي هما اشترا بلس واسوم على اشترا اسوم. بما اننا نحسب كيو ار عند التوازن، فالتراكيز كلها عند التوازن. اعتمادا على الجدول الوصفي ماذا نلاحظ؟ نلاحظ على ان كمية المادة اشترا بلس كمية المادة دي اسوم تساوي اكس اك، وان اشترا بلس يساوي اسوم. اذا نقسمنا على في كتعطينا النتيجة هذه اللي هي 10 اس ناقص بي اش. بالنسبة لكمية المادة ديال اش سوا جو، اعتمادا ايضا على الجدول الوصفي، نلاحظ على انها كتساوي سي في في ناقص اكس. اذا قسمنا على الحجم باش نحصلو على التراكيز، ماذا نحصل؟ نحصل على السي وتركيز اش تروب بلس، بما ان تركيز اش تروب بلس في 10 اس ناقص بي اش، فغتصبح السي ناقص 10 اس ناقص بي اش و 10 اس ناقص دو بي اش. اذا هاد الدو كتجي هنايا كتولي 10 اس ناقص 2 بي اش، وحنا جاوبنا على السؤال اللي هو 10 أس ناقص 2 بي اش على السي ناقص 10 أس ناقص بي اش، والقيمة ديال النقاط هي نقطة واحدة. السؤال 1.7، استنتج قيمة كار ثابتة الحمض المزدوجة اش سي او اش ك على اش سي او موان، والقيمة ديال النقاط هي 0.5 نقطة. الجواب هو لدينا كا هي كيو ار اك عند تفاعل الحمض مع الماء، اي انه كا هي كي ار اللي استنتجناها في السؤال السابق، من ان كا كتساوي لنا هذه القيمه هذه 10 ناقص 2 بي اش. ما بقى لنا الا التعويض بواسطه الاله الحاسبه، نحصل على القيمه 1.84 10 ناقص 4. بواسطة الآلة الحاسبة 10 أس ناقص 2 في 3.46 مقسومة على 1.010 أس ناقص 3 ناقص 10 أس ناقص 3.46، كم تساوي هذه النتيجة؟ هذه النتيجة هي 1.84 10 أس ناقص 4. إذا كا تساوي 1.84 10 أس ناقص 4. ثانيا، نعتبر العمود قصدر فضة المكون من المزدوجتين مختزن الأكسيد Sn2 بلس على Sn و RG بلس على RG. نربط قطبي هذا العمود، القطب الأول القطب الثاني، نربط قطبي هذا العديد موصل أومي مقاومته أخ و أمبرمتر الشكل جانبه اللي هو هذا، فيمر في الدارة تيار كهربائي، شوفوا المنحة ديالو، شدته إي ثابتة، ويتوضع فيليز الفضة RG على إلكترود الفضة، وتتناقص كتلة إلكترود القصدر. السؤال هو
جوج واحد أقرب كل رقم وارد على التبانة بما يوافقه من بين المعدات والمواد التالية: سلك الفضة، أمبرمتر، فولتمتر، محلول مائي نيترات الفضة، قنطرة أيونية، موصل أومي، محلول مائي لكلورو القصدير، ومحلول مائي لكبريتات النحاس، ومحلول مائي لكبريتات الزنك، وصفيحة القصدير. إذا الجواب هو أننا سنحاول على أننا نربط كل واحد منهم. إذا من خلال المعطيات نلاحظ على أن هناك توضع في لز الفضة. بما أن هناك توضع، التوضع يتم دائما في الكاثود، والكاثود هو الإلكترود اللي كيخرج منه الإلكترون. إذا على هذا الجواب فإن الرقم 4 هو صفيحة أو سلك من الفضة. إذا الجواب هو 4 سلك من الفضة. إذا كان 4 سلك من الفضة، واحد غادي يكون هي صفيحة القصدير. قنطرة أيونية أو ملحية هي رقم 3، أما جوج فهو محلول الذي يحتوي على القصدير، أي محلول مائي لكلورور القصدير. السؤال زوج زوج، اكتب معادلة التفاعل الحاصل عند كل إلكترود ثم استنتج المعادلة الحاصلة للتفاعل الحاصل عند اشتغال العمود. السؤال جوج جوج عليه 0.75 نقطة. إذا الجواب على هذا السؤال، سنكتب معادلة بجوار الكاثود. إذا بجوار الكاثود دائما يكون اختزال الكاثود. اختزال هو التوضع، معناه أن أج بلس زائد إلكترون تعطينا أج، وبجوار الأنود هناك تفتت في ليز القصدير، اس ان يصبح اس ان دو بلس زائد جوج الكترون. المعادله الحصيله نحصل عليها بالموازنه، تنضرب هذه في جوج ونجمعهم شطر على شطر فتعطينا المعادله الحصيله جوج ار جي. هنا كيمكن اننا نديرو فيها سهم واحد، 0.75 لكل او 0.25 لكل جزء تعطينا 0.75. الجو السؤال جوج ثلاثة، استنتج التبانة الاصطلاحية لهذا العمود على 0.75. التبانة الاصطلاحية دائما تكون عندنا على اليسار الانود، والانود في هذه الحالة هو فيليز القصدير. التبانة الاصطلاحية هو فيليز القصدير. اذا هنا كنا عندنا اس ان على اس ان دو بلس و اج بلس و اج، وغتكون عندنا هذه هي المعادله، او هذه هي التبانه الاصطلاحيه. القطب السالب هو فيليز القصدير، القطب الموجب هو فيليز الفضه. السؤال الاخير جوج اربعه عليه 0.75 نقطة. عند اشتغال العمود خلال المدة الزمنية دلتا تي تساوي 60 دقيقة، يأخذ تقدم التفاعل قيمة إكس كتساوي 9.15 أس ناقص 3 مول. نعطي واحد فاراداي يساوي 9.65 أس 4 كولوم بار مول، ونقل الجواب الصحيح إلى ورقة التحريك. قيمة إي شدة تيار المار في الدارة هي إما الجواب أليف إي كتساوي 20.4 ميلي أمبير، أو جواب باء، أو جواب جيم، أو جواب دال. إذا الجواب الصحيح هو الجواب دال، ولكن باش نعرفوا على أن الجواب دال يجب أن نقوم بإثباته. إذا كيفاش غادي نقوموا؟ نعرفوا على أن كمية الكهرباء كي تساوي إف دلتا تي، وكي تساوي عندي الإلكترونات في الفاراداي. بما أن كمية الإلكترونات هي المتبادلة في هذه التفاعل هي جوج إكس، فإن إي كي هي كي، معناها أن إي في دلتا تي كتساوي جوج إكس في إف، ومن هنا نستنتج على أن إي كتساوي جوج إكس في إف على دلتا تي. تطبيق العادة هذه كنعوض جوج بالقيمة ديالها إكس 1.15 أس ناقص 3 الفاراداي بالقيمة ديالها، و 60 دقيقة كنحولوها للثانية، فنحصل على 0.0804. نحولها إلى الميلي أمبير فكتعطينا 8.4، ومن بعد تتبين لنا على أن الجواب الصحيح بالنسبة لهذا هو الجواب دال. إذا شكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في الجزء الأول، في الجزء الثاني من الفيزياء.